تصدر هاشتاج الشعب يريد السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المصريون عن ثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة. وأعلن رواد على موقع تويتر وفيسبوك رفضهم دعوات جماعة الإخوان الإرهابية الخبيثة ومحاولاتهم الفاشلة لإعادة الفوضى. ووصل عدد التغريدات خلال الهاشتاج في أقل من ساعة على تدشينه ما يقرب من 15,000 تغريدة مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وداعية إلى رفض جميع الدعوات التي يطلقها أنصار الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية.